الأمان شهر المحبة والسلام فلا لحزن أو هوان شهر نهلنا بنوره بالبشر يقبل والأمان شهر المحبة والسلام شهر رمضان القهوة نجيب بن ثم ندق البن عندما ندق البن في الليلة ننزل حبوب زي هذا الحبوب من أصل البن ثم نحمسه على هذا المحماس وهذا المحماس مكون من صناعة فخارية محلية صناعة فخارية محلية بعد ما ينقلب لونه هذا البن من هذا اللون إلى لون أسود شوية في بعضهم يأكلون حب وفي البعض يدقونه حتى يتكون إلى حجر بدنا بهذا الكعك وهذا المحماس وهذا التنار يظهر اهم شيء الارتباطات والاجتماعات والمحبة والألفة وكل واحد يشوف أخوه في مكان بعيد يلتقي هو وياه هذه الليلة مثل أخوك الآن يسلم جاء من فين من بلاد بعيدة من المسيلة من سيحوت يعني جينا من سيحوت من المسيلة نعم يعني مشينا أمس الجمعة بعد الجمعة عشان نحضر هذا اليوم والفرحة ونشارك الله الحمد لله نعم من منطقة بعلال نعم وصراحة سمعنا أنتم من اليوم أنا والأولاد والعيال كلهم لا والله زيارة فقط عانيين للفعاليات الختم نعم والله ونحسدهم على ذلك لأنه عندنا في المناطق المجاورة صراحة انقرضت هذه العادات والتقاليد ولكن نشكر القائمين صراحة ما شاء الله يقدموا ما فيه تميز بالفعاليات بالشبواني بالألعاب أطفال المسابقات الثقافية جزاهم الله خير على ما قدموا أصحاب الرياضة مرحبا يا جمال شهور الله يا الشهر الفضيل مرحبا يا اللي قدومك يستحي منه الظلام وما يحبك غير مؤمن وما يصد إلا بخيل ويشهد الله كم نحبك قد ما قام الصيام يا هلا برمضان يا شهر الصيام كل شيء يا ابن ما شاء الله كل شيء ما عاد يحتاج ابدا ولا نحن مصدقين نحن يعني بنشوف الاشياء يعني. الشوارع والمساجد والشواطي والنخيل والليالي الحالمه والناس في وسط الزحام والامان اللي عاشق فرحة وذكرى رحيل خذها يا ربي بعطفك للأمان وللسلام يا هلا برمضان يا هلا برمضان يا هلا ما شاء الله حلوة وممتازة والشباب والأولاد والأطفال ما شاء الله كل البسمة في وجوهه بهذه المناسبة الله يقبل
كل دعوة وكل دمع مستحيل والله يجزي من تحمل لأجل ربه واستقام والله يعطي كل صايل لذة الصبر الجميل عد ما صلى المصلي وطاف البيت الحرام برمضان يا شهر الصيام الشوارع والمساجد والشواطي والنخيل الزحام والأماكن اللي عاشت فرحة وذكرى رحيل خذها يا ربي بعطفك للأمان وللسلام يا هلا برمضان يا هلا رمضان يا شهر الصيام من اسمه أحمد ومن اسمه أحمد عدو حقنا أحمد ابن ربنا أحمد عدو حقنا أحمد انت كل ختم تسوي لي ايوه كل ختمة كل ختمة نعم نعم ايوه ايوه طيب مال عديد دقينا مال عديد عندنا هناك جامع مال عديد 15 مال عديد دقينا عندنا والان هنا في الريضة وان شاء الله بقى 25 في خيله نحن نتنقل يعني مكان لمكان ما نرجع حد يعني حتى لبنى حق لا حلو بديمة واستقام والله يعطي كل صايل لذة الصبر الجميل عد ما صلى المصلي وطاف البيت الحرام مشاهدينا إن شاء الله اليوم استمتعتم بهذا الختم الجميل والرائع من منطقة الريضة بمدينة تريم إن شاء الله نلتقي في ختم قادم جديد دمتم في حفظ الله مع السلامة رمضان يا الشهر الكريم